ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العقرب، هنتكلم النهارده على ايه سر الفكر الكتير وانشغال البال المتواجد عندك خلال شهر سبتمبر لعام 2022. مبدئيا هو الشهر ده بالنسبه لك مليان حاجات كتير، فعليا مليان حاجات كتير. الشمس الموجوده ببرج العذراء اول 3 اسابيع، ورغم وجود عطارد ببرج الميزان اللي هو المنزل ال 12 بالنسبه لك، الاسبوع الاخير هيكون او الشمس هتنتقل لبرج الميزان، المريخ موجود ببرج الجوزاء. التاثيرات دي كلها تاثير حركه الكواكب مجمعه عندك بيخلي عندك بالك مشغول 24 ساعه، 48 ساعه في ال 24 ساعه، دماغك عامله تور 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 بنفس الطريقه. تعالوا اقول لكم الاسباب بشكل كتير نقاط. اول حاجه او اول سبب وهو الامور المهنيه. ليه؟ لان عندك بعض العقبات المهنيه او الضغوط او المتطلبات المهنيه اللي بمثابه ضغط، وده بيأثر كتير على العامل النفسي عندك، كانك كده حاطط لنفسك تارجت معين ولازم انك تتخطاه، عندك هدف معين لازم تحققه وتوصل له، عندك كتير اشخاص بمثابه اعداء او كيديين، اشخاص عندهم كيد، عندهم حقده، فانت عايز تثبت نفسك قدامهم، عايز توضح لهم اللي هو انا مش محتاجكم وانا مش واقع، انا اقدر انجح واوصل وي 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 من النجاحات، عايز تثبت ده. فاذا الوضع المهني شاغل بالك قوي، شاغل بالك الاستمراريه في العمل الناجح، اي تطوير، يعني تستمر اي تطوير انك تنجح. النقطة الثانية انك تتميز او انك تجعل مديرينك يبقوا منبهرين بيك، او ان يبقى في اجواء كتيرة ليها علاقة باشخاص يشكروا فيك، او انك تحصل على دعم او تحصل على المكافأة او انتصار. فبالنسبة لك عندك ده جدا، يعني برج العقرب انت عايز توصل لده جدا، تمام؟ فاذا انت مشغول كتير بالنجاحات المهنيه وانك تنجح امام العقبات المهنيه وتنجح امام الاشخاص اللي هم كارهين ليك الخير في الامور المهنيه. النقطة التانية لما نيجي نتكلم على الوضع المالي، انتوا الوضع المالي عندكم كتير متطلبات مالية، يعني عايزين فلوس، محتاجين فلوس لحاجات، محتاجين فلوس اكتر حاجة للامور الظاهرية، للاهتمام بالنفس والشكل والخ، فهيكون عندك متطلبات مالية شديدة يمكن تكون اكتر من الراتب الخاص بيك، فيكون عندك انك بتسعى لعمل اخر او بتسعى للاجتهاد في الوضع المهني والنجاح في الوضع المهني والحصول على مكافأة الخ عشان الامور المالية، بتحاول كتير تخلص مشترياتك وبتحاول كتير ان انت تلاقي احلى سعر متواجد حواليك في الحاجة اللي انت بتدور عليها او عايزها فده موجود عندك جدا، يعني النقطة دي هتلاقيها متواجدة عندك كتير يا برج العقرب. برج العقرب بالنسبة لك كمان هيكون عندك أجواء ليها علاقة بتعاملات مالية، بيع شراء استثمار أمور تجارية، وبرضو بتدور على الأفضل لك، وخاصة الناس اللي بتشتغل بالفعل في أمور خاصة باستثمار عقارات، أمور ليها علاقة بيع شراء، الحاجات اللي زي كده عامة، أمور تجارية عامة، هيبقى بالنسبة لكم بتسعوا كتير الى المكسب في امور تجارية بتفكروا فيها كتير على فكرة خلال الفترة دي. زي ما جنب بقى سيرة الاهتمام بالنفس، ده برضو من اكتر الحاجات اللي شاغلة بالكم قوي، لان شاغل بالكم جمالكم وابراز قوتكم وشخصيتكم وجمالكم. طب يعني ايه؟ يعني مهتمين كتير باللبس، مهتمين كتير بالشكل اللي هو الستايل، مهتمين كتير بمظهركم، مهتمين كتير ان انتوا تكونوا قادرين ان انتوا تبرزوا جمالكم. الجمال مش اللي هو الجمال اللي هو اوعى الشعر اللي مش عارفه ايه، لا، اللي هو الجمال اللي هو القوه. على فكره في شخصيات بتبقى جميله في ابراز قوتها كده، تحسهم ترتيبهم، تحسهم مرتبين، تحسهم تعاملهم، الطريقه بتاعتهم، كل ما هو في عوامل كتيره بتؤدي الى الجمال غير الجمال اللي ليه علاقه بالمظهر الشكل. ما هو احيانا كتير مش تلاقوا شكل، احيانا كده تلاقوا شكل حلو، شكلا حلو، وحد تاني تلاقيه شكلا عادي مثلا متوسط، لكن ابراز شخصيته، مظهره، طريقته، الستايل، الطريقه والقعده والاتيكيت والجو ده يبرز جمال اكتر من الشخص اللي هو جماله طبيعي. فاهميني اقصد ايه؟ فده اللي انا اقصده، ان برج العقرب عايز يبرز جماله جدا، وعايز يبقى مكانه كده، اوعى وشك حاجه حلوه يعني، فعايز تعلي على نفسك.
عندك حب الظهور جدا، عندك حاجه ليها علاقه اصلا انك انت عارف فين فكره اللي هو انت عايز تحط صورك على السوشيال ميديا، عايز تهتم اكتر بالظهور وان انت تجذب فلان وفلان وعلان وتبقى حوار الاخرين. برج العقرب كده جدا وشاغل باله هذا الامر، خاصه بالنسبه لكم العشريه الاولى من برج العقرب. برج العقرب النقطه الثانيه، انتوا باكتر حاجه بتفكروا فيها وهي عندكم شخص جديد، يعني انتوا بتفكروا في علاقه جديده للناس كمان اللي هم مش مرتبطين يعني او منفصلين، بتفكروا في علاقه جديده، بتفكروا في ان انتوا تعوضوا حب، تعوضوا تعوضوا مشاعر، يعني تعوضوا يبقى في استقرار في الشأن العاطفي. من اكتر الامور فعليا اللي انتوا بتفكروا فيها هي الاستقرار العاطفي، انا عايزه استقر عاطفيا، انا عايزه احب واتحب، عايز اجواء مش عارف. ففي شخص جديد يمكن يكون لافت انتباهك نوعا ما، هي كعلاقه صداقه تتحول لشأن عاطفي موجودة عندك، وبتفكر كتير في هذا الأمر، وبتفكر كتير في نظراته وطريقته مش عارفة ايه، يمكن تكون متتبع شخص ما بتقعد تفكر فيه كتير. لكن كمان في كتير منكم بيفكر في الماضي، وفي منكم كتير اللي هو عنده حيرة نوعا ما، بس انت بتحاول ان انت تستقوى على الحيرة دي، يعني بتحاول تخرج بره إطار الحيرة بان انا ادخل في علاقة جديدة. بس هيكون عندك ان انت برضو بتفكر في نوعا ما في الماضي، يمكن يكون حبيبك الجديد شبه الماضي، شبه شكلا، شبه في شبه شوية من الماضي، وده بيأثر عليك نوعا ما، بتستعيد ذكريات الماضي بعض الوقت، وده هيكون بيخليك انك تفكر كتير. ممكن تكون بتفكر في عملية خداع تعرضت ليها كمان، يعني في حاجة ليها علاقة بخداع تعرضت ليه، أو مشكلة معينة متعلقة بأمر عاطفي، أنت بتفكر كتير في هذا الأمر، وبتفكر كتير هو ازاي وصلت نفسي لهذا الامر. فعندك ده جدا. برج العقرب من اكتر الامور كمان اللي شاغله بالكم وبتفكروا فيها هي فكره التعويض عن كل شيء. هتبقى حاسس عندك احساس اللي هو انا اتوجعت وموجوع اكتر ومتضايق ومش عارف ايه وايه وايه، وده يبقى بيأثر في نفسيتك قوي، يعني النقطه دي هتبقى بتأثر كتير في نفسيتكم يا برج العقرب، مضايقاكم شويه، مضايقكم ان انتوا حاسين بخساره، او حاسين بيه ان انا ليه ضيعت وقت، ليه ضيعت عمر، ليه ضيعت ان انا ابكي على فلان، ليه ما شفتش حياتي، ليه ما هيبقى عندك ده. فتبقى اكتر حاجه انت مصار بيها داخليا هي فكره التعويض، اني اعوض نفسي خلاص كفايه لحد كده بقى، ابص لنفسي بقى بعدين. فعندك ده جدا. الامور اللي تخص الاهل كمان، هي احلى حاجه على فكره الشعور والترابط الاهل اللي هيبقى متواجد، يعني خلينا نمسك الخشب ونقول ما شاء الله، لان عندنا هيبقى في تعزيز علاقات، وهيبقى في روابط، هيبقى في بعض المشاكل العائليه اللي بتحل، يعني في اجراءات عائليه وتعاملات عائليه، في اجواء عائليه زي مشاكل والجو ده، كل ده بيتحل بالنسبه لك. فاذا في تصالح في الشان العائلي، في ود، في تقارب، في اجواء لطيفه، في ترابط ما بينك وما بين الاهل جدا، فاذا في تواصل، في ان انتوا بتتكلموا مع الاهل وبنتواصل معاهم وبنتودد ليهم، ففي ده جدا. الامور الخاصه بسفر وانتقالات برضو شغل بالكم كتير، يعني انتوا شاغل بالكم من المشاكل العائليه وحلها والجو ده، وشاغل بالكم كمان الامور المتعلقه بالاجواء الخاصه بالانتقال او السفر او تغيير مكان. ممكن تكونوا بتفكروا في تغيير عتبة، او تغيير منزل، او تغيير دوله، او تغيير محافظه، او فعندك في تغيير اي انتقال بتفكر فيه جدا جدا وشاغل بالك. هل اصلا بيحصل انتقال خلال الفتره دي؟ هو انت عندك التفكير في الانتقال اكتر، وتحضير للانتقال اكتر من الانتقال ذاته، اكتر من الانتقال ذاته، فده متواجد كتير عندك. من اكتر الامور اللي انتوا بتفكروا فيها كمان هي الامور المتعلقه شويه بالانتقام، صراحة الأمر، لأن هيكون عندك أشخاص أنت متضايق منهم فعليا، وهيكونوا أشخاص بالفعل يمكن يكونوا أذوك أو جرحوك أو وجعوك ببعض الكلام أو التصرفات. بالنسبة لك هتبقى بتفكر كتير في الطاقة العدائية، أي اللي هي أني أنتقم من فلان ده. هيبقى عندك انتقام ليه علاقة بنوعين، اتكلمنا على أول نوع اللي هو أنك تثبت نفسك وأنك تنجح، خاصة العداء في الشأن المهني، أنك تنجح وتطور من نفسك وتصل إلى نجاح. لكن هيكون عندك انتقام آخر أو نوع آخر بتفكر فيه، هو متعلق برد الأذية، أنك أنت ترد الأذية بأذية، اللي وجعني أوجعه، واللي جرحني جرحه، واللي عمل لي كده اديله كده. فعندك ده جدا. فإذا عندك فكرة الانتقام مسيطرة على ذهنك جدا يا برج العقرب. أقول لكم على سر،
انا فيا الطبع ده. اه والله معرفش يعني، بس صراحة الامر حاليا حاليا بقيت اللي هو ايه، اقول اتجاهل يعني، اللي هو ايه اللي هو خير من يسكت. بس من جوايا ممكن افضل سنين كده واقول هو انا ليه ساكته، هو انا ليه متجاهله، ابقى متجاهله طول الوقت. بس لما اقدر بقى اقول لك يلا انتقام، اقوم يلا اقول يلا تلطيش، مش عارف. المهم احنا عندنا طبع كده صعب صعب يا لهوي. المهم برج العقرب انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بشكركم جدا. اه برج العقرب مش سهل يسامح، ولا انا سهله اسامح برضه. عامة بحبكم كتير يا برج العقرب، بتمنى لكم كل الخير كل سعادة، بتمنى لكم شهر سعيد ان شاء الله، وبتمنى ان انتوا تبعدوا عن فكرة الانتقام، واتمنى من ذاتي انا كمان. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.